تنبأ بحرب عالمية ثالثة. لماذا وهل دخلناها؟ تحولات كبرى في خريطة النفوذ العالمية، إلى ماذا قد تنتهي؟ وما موقع منطقتنا منها؟ قصة نجاح ملهمة ومستمرة، ماذا يقول فيها وعنها؟ بإجاز لهذا الأسبوع مع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية. بإجاز يأتيكم الاثنين الساعة 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.